وعقب الافتتاح قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المكون المحلي تزداد نسبته كل عام في المعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. أكد رئيس الوزراء أن هناك مشاركة مكثفة للمنتجات المصرية بأسعار جيدة وجودة عالية. أهم شيء الحقيقة أنا ملاحظه، وده الأهم واللي احنا بنشجعه كدولة، هو أن كل سنة المكون المحلي والتصنيع المحلي بتزداد نسبته، وده أهم شيء، وهو ده الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية اللي موجهنا بيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعة المحلية. ويمكن كان دايما في زياراتي، يمكن السنة اللي فاتت، بعض المصانع كان ليا ملاحظات على الجودة أو جودة المنتج. الحقيقة السنة دي لقيت طبعا في طفرة حقيقية في مستوى المنتج اللي طالع، وده بيؤكد ان احنا كل ما بنعتمد على نفسنا اكتر، وكل ما بيبقى في تركيز على الجودة بتاعت المنتج، بيطلع فعلا الانتاج يضارع المنتجات العالمية.